مولاي يا شهرباز، أما آن الأوان يا مولاي أن أقوم ولون أور وأروح يا ملك الزمان وأخذ شاور. هل جننت يا شهرباب؟ هل جف نبع الكلام والحكايات؟ يا مسرور أرجوك يا مولاي، أتوسل إليك يا مولاي. كيم أوفر، انتهى الكلام يا مسرور. نعم أؤمر. سنن سيوفك ورحب اليوم برقاب ضيوفك. بمين؟ برقاب ضيوفك. يا عم أبا أنت بقى سن سيوفك، كل يوم تبعتني ولمع في السيف ولا بتعمل حاجة. How you say that؟ إزاي عبد اسود زيك بيتطاول عليا؟ أيوة يا مولاي، ما بطولش بس بقولك الصراحة، يعني على الأقل حال القرشين اللي أنا باخدهم منك، ولا عايزني أبقى منافق زي الباقيين؟ أنا خايف بصراحة ما يعني تقل في نظرها وما تستعنكش. مسرور مسرور، أنت شايف كده؟ شور حبيبك ابن سوق، وانت فاهم النسوان بتحب الشديه، شد شويه. حاضر. وعايز اطلب منك طلب بقى بصراحه. اتفضل. ابوس ايدك نام، انت مرمطت كل اللي شغالين في القصر معاك. اهو ده اللي مش ممكن ابدا ابدا ابدا. ليه ان شاء الله؟ ولازم حدوته قبل النوم. تعالى بس يا مولاي، ده الواد ميدو ابن اختي في نص الرضعه بيشخر في حضن امه. اسمع كلامي. أنا عايز أكلمك كلمتين من القلب للقلب. خدامك يا مولاي، أؤمر. تمالك شكلك مهموم ليه كده؟ فارفش فاهم، معاك سجاير؟ ولع يا مولاي. خير، أنا شايفك مش مبسوط من الصبح، وقلت إن أنت هتقعد وتحكي لي. خير يا حبيبي، أؤمر. أنت عارف أنا بحبك قد إيه؟ عشان كده هقول لك على سر، والسر ده مفيش حد في الكون يعرفه، لأنه هيندفن معايا والتاريخ مش هيذكره. ربنا يديك طول العمر، توغشتني. خير يا مولاي، سرك كبير. أنا مش سهران كل ليلة عشان أسمع حواديت شهربات. لا أبدا، دي كلها مجرد حركات حركات. عندك حق يا مولاي، أنا ساعات بصراحة كده بلمع أوكر بسمع الحواديت، حاجة نفخ التنين بصراحة. برافو عليك، زي ما قلت نفخ التنين. مال معذبنا معاك ليه يا مولاي؟ مولاي بيتحكي له حدوته كله انتباه وفاكهة ومصاريف، ليه ده كله؟ لا تظلمني لا تظلمني يا مسرور، فأنا مريض ومرضي غير عادي. ستر يا رب، ربنا يشفيك. خير يا مولاي، قلقتني بجد. أنا عندي تبول لا إرادي. ستر يا رب، لازم تقولها باللغة العربية، ما تقول بعملها على روحي يا مولاي. عادي، حقك، ودي مشكلة. افرش، مش هم عاوز سرير سريرك، محدش هيحس بحاجة. صدقني مفيش طريق للحفاضات إلا وسلكته. طب بقول لك يا مولاي، في حد من الهاوس كيبنج في القصر شم خبر بالموضوع ده عشان يبقى شكلك وحش قوي. اتنين عرفتوهم شموا. ايوه، حسن ومحمود. خلصت عليهم بإيدي لأنهم لسنوا عليا بالكلام وقالوا أشياء فظيعة. بعدين يا ويل اللي شم وما يكتمش. لا ده لازم يكتم، ده كفاية الوش ده في النور، ده الرعب، ده لازم يكتم. يا مولاي مش محتاج أقولك إن أنا بتاعك، سرك في بير. أنا اللي حاسس في نفسي يا مسرور إنه البنت شهرباط زي ما تكون يعني مستصغراني. مستصغرك إيه وماسك عليك زل؟ شكلها ماسك عليك زل، أنا بقرا في عينيك كل حاجة. سيبك منها، تتقتل في السرير، أنا عايزك أنت تنبسط وانسى الموضوع ده. حق، انت بتعمل كم مرة على روحك من غير ما تقصد؟ يعني 10-15. كتير قوي. ايه ده، خزان مية يا مولاي؟ طب عامل ايه؟ كتير. حللت سكر؟ حللت. بقول لك ايه؟ مفيش حاجة. دي نصيبة. لا انا معاك، ما تقلقش، انا هاجي كل شوية بالليلة صحيك تقوم تظبط نفسك وتنام عادي ولا كأن في حاجة. من غير حفاضات؟ ولا حفاضات ولا الكلام الفاضي ده، عيب. تعالى بس نبدأ من دلوقتي، تروح الحمام، خش كده أول مرة وهتبقى زي الفل. ما تقلقش يا رب. هات علبة السجاير اللي معاك. هات علبة السجاير والولاعة. وانا كان نفسي في فاروزة زي دي، يعني لو اهو
هديها لك. انا مش بقول كده عشان اللي انا سمعته لا تكون بشتغلك ولا بستغلك، ده انا خدامك. يلا عايز حاجه مني؟ لا سلامتك. اروح انا اظبط الاسر اشوف لو اكون حد بيرجع ولا حاجه. بسرعه يا مسرور. امرك يا سيدي، امرك يا سيدي. بص بقى يا مولاتي، من الاخر كده اقسم بالله لو عيرتي مولاي باللي انت فاهماه لخلي الجزارين تلم لحمك. وانا اشتكيت، ما انا سهرانه. يانا. ايه ده ايه ده، انت بتعيط يا مولانا؟ يا نهار ازرق، لما الملك يبكي الرعيه تعمل ايه؟ امال ايه شهرباز عمل؟ شهرباز سوى وقصص واساطير. لا ابوس ايدك، انا عبد صحيح بس قلبي ضعيف، والنبي ما تعيط بقى. يلا احكي له حدوته، انا قاعد معاك اهو. جرى ايه يا مسرور؟ ما انت شايفني قاعده بسقط قدامك اهو. يا بنتي مش عايزه ينام، ده لو نام هيضيع هيبه الدوله. خلاص يلا. ماي دارلينج شهرباب، زوجتي حبيبتي عشيقتي فلذة كبدي، ما وحشتكيشي. انت مكسوفه يا روح قلبي يا شرشوره يا اموره، بالله عليك تقولي لي ما وحشتكيشي. في ايه يا مولانا؟ في ذكر قاعد معاك، وايه الجو ده؟ مش لذيذه يعني؟ وفي طاووس، في 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 دوشه حواليك، واحده واحده. عيب. جرى ايه يا مسرور؟ هو انا قلت حاجه وحشه؟ انا بسالها سؤال بريء، ما وحشتكيشي. ما وحشتكيشي؟ هو في ملك يقول ما وحشتكيشي؟ انت ملك من محرم بيه يا عم؟ يا عم احنا كلنا عبيد عندك، حس بذاتك وبنفسك بقى يا مولانا. احكي يا بنتي. كان يا مكان يا روح في سالف العصر والاوان، طبعا كان في انسان غير اي انسان، كان اسمه ايه؟ الشاطر مسرور. انت سرحت ليه؟ اوعى تكون في حاجه بتحصل. لا 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 بفكر. افكر براحتك، فبس اوعى انت فاهمني. ها يلا كملها حلو. ولان كان بيطير، كان بيساعد الفقير، كان بيجيب لقرايبه العيش. بقول لك يا مولانا، ما تنزل تجرب الحصانين اللي جبناهم لك جداد؟ في حصانين كده. حصانين ايه وخيل ايه؟ انزل جربهم، اسمع كلامي يا راجل. اسمع كلامي، الحصانين هيعجبوك. مسرور. طب ماشي. طب بقول لك ايه؟ ممكن تزود السبيرتو بتاع النار بس؟ زودوا السبيرتو يا جماعة. انت هتدخل علينا ناس واحنا في الخلوة دي؟ تهدي بس، اهدي. الراجل قاعد بتتجننتي ولا ايه؟ يعني أي حركة عشان الموضوع، لو سرحت كتير مع الدفى يبقى أنت فاهم ممكن يحصل إيه؟ اسمع الكلام. إنما حلمس يداها وأشمشم خديها. ولا تشمشم خديها ولا تمسك إيديها، مش عايزين كلام فاضي وقلة أدب. لو تكرمت، أنا برضو راجل وبفهم في الأصول. اتفضلي خلصينا. خلصينا، احكي له الحدوته، الدوله مش ناقصه فضايح. اتفضلي. كان يا مكان في سالف العصر والاوان، كان في إنسان غير أي إنسان، كان اسمه واحد اجهد اجهد. قوي. بس احنا ما تعرفناش، اسمك الجميل ايه؟ شاديه. اهلا وسهلا شاديه، اهلا وسهلا. مبسوطه شاديه؟ مبسوطه قوي. تمام 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 تمام. بقول لك يا شاديه، يعني بصراحه كده انا وانا طاير كده لقيتك قفشه في سقف العماره، كنت بتعملي ايه؟ ما عملش حاجه. يعني كنت عايزه تنتحري ولا سوري يعني حراميد غسيل ولا ايه النظام؟ ان انا ما بعمل حاجه. يعني عادي ان انت تبقي مش علقه على سقف عماره كده؟ انا مالي، انا مش عايز احراج، انا قلت يعني ندردش مع بعض. ما عملش حاجه. ما بعملش. ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه. بس انبسطتي في الرحله؟ بجد كانت حلوه قوي. انت بتحبي سوبرمان اصلا؟ ده انا بموت فيك. ربنا يخليك. الحمد لله. يعني بص، حب الناس ده نعمه من ربنا. ده كل اصحابي بيموتوا فيك. سلمي لي عليهم واحده واحده. صاحبتي كلهم نفسهم يطيروا. ان شاء الله ان شاء الله اجي في يوم كده في شم النسيم ولا حاجه، اخدكم واطير بيكم كلكم، هيبقى يوم جميل بامر الله. اهلا وسهلا يا شادي. اهلا وسهلا.
بقولك ايه، معاك سيجارة؟ سيجارة ايه يا بنتي؟ المجهود الفظيع اللي انا بعمله ده، انت عايزاني اشحر؟ سيجارة ايه؟ طيب ما تشغل لنا حاجة نسمعها كده. هو انت راكبة مني باص؟ في ايه يا شادية؟ المفروض تقدري اللحظة التاريخية اللي انت فيها، مفيش ولا واحدة في العالم ركبت على ظهر السوبر قبل كده، لازم تحس بأهمية الموقف. بقولك ايه، انت لوك 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 كده على الفاضي، زهقتني يا اخي. انا اللي زهقتك برضو؟ وايه لوك لوك واللغة دي؟ انت خريجة ايه؟ دبلوم والنبي. اه حلو 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 حلو. لا بس انا قلت يعني ايه، نريح شوية ونتعرف على بعض، وبعد كده ان شاء الله الوجوه تتقابل بإذن الله بإذن الله. طب احكي لي بقى، ايه سوبرمان وطاير هنا ومن بلد لبلد وفي السماء، مش بتحب؟ مش متجوز؟ ما عندكش صاحبتك؟ انا عايز اقولك ان انا محروم من كل الحاجات اللي الشباب اللي في سني بيعيشوها. معقوله؟ حب طبعا طبعا. انا حكايتي غريبه قوي قوي قوي. احكي لي. انا شاب يا ست عادي، ابويا الله يرحمه مات وساب لي 4 بنات في رقبتي، اخواتي، وكنت في ثالثه اعدادي، اضطريت اخرج من المدرسه واشيل المسؤوليه. الحمد لله جوزت 3 وفاضل شيماء قد كده عندها 12 سنه، ان شاء الله قريب باذن الله. يا عيني. اه لازم اجري على اخواتي، امال اسيبهم يتنقلوا في الشوارع؟ بس فعملوني بقى سوبرمان. لا صح، سوبرمان الناس، سوبرمان راح سوبرمان جه، وكل الناس دي يعني كل ده اوانطة. انا عايز اقول لك ان انا مش حقيقي، انا باختصار حياتي عباره عن جرافيك في جرافيك. كل ده بيجيبوني في الاستوديو اقعد على الخشب، شغل المروحه عشان اعمل هوا كده، انت كده طاير اعمل كده، انت كده طاير على ظهرك اعمل كده، وبترزق الحمد لله ماشي. لكن انا مش حقيقي يعني، انا اسف ان انا بصدمك، فهماني؟ الاطفال الصغيرين صعبانين عليا، بس الموضوع كله جرافيك يعني، شايف المناظر اللي ورانا دي كلها، كل ده مش حقيقي، مفيش حاجه حقيقي طبعا طبعا، ولا انا ببص على حاجه ولا الكلام ده، بس اهو الحمد لله ماشيه ماشيه. لا صعبت عليا بجد. ربنا يخليك. لا الحمد لله يعني انا راضي. بعدين بيني وبينك زي ما بتقولي احب ارتبط بمين؟ يعني ارتبط بمين؟ انا راجل طول النهار طاير في حته، عرفت واحده قبل كده شهرين فجاه طرت نسيت الولاد دي كانت فين عشان ارجع لها، مدهوش سواح، اعمل ايه؟ نصيبي كده. طب ما تاخدني يعني. همرمطك معايا، انا مش ما بثبتش في بلد ثانيه واحده شاديه، صدقيني انا راضيه يا ستي. والله انت بنت زي الفل وزي القمر واي حد يتمناكي، بس انا مش موجود يعني، يعني مش هتشوفيني، مش هتشوفي جوزك، فاهمه؟ هستنيك لغايه اما تيجي تلفلف بيا لفلوفه كده وترجعني. انت زهقتيني قوي، باين عليكي تافهه. لفلوفه ايه؟ بقول لك انا مش ثابت في حته، ما تخنقنيش بقى شاديه. وديني وحيات ربنا اسمع ليا. اسمع ليا؟ اه عند خالتي. اوديك عند خالتك وانا تاكس ابيض؟ انت مجنونه في ايه؟ اغيظها شويه بس، خالتي دي مجننانه. مجننه؟ تبان عليك انت اللي مش مظبوطه. بص يا شاديه، عزمك على حاجه كده بسيطه يعني عشان تبقى ذكرى مني. شكلك جعانه. بقول لك ايه، عشان انا عندي كذا مشوار، ايه رايك بقى ننزل للناس اللي تحت؟ الوليه اللي عماله تحكي حواديت للراجل اللي هينام ده، ولو نام هيخرب الدنيا وانا عارف. تعالي بقى ننزل. لا انا مش هسيبك، انا عايزه الف. لا انا ما بحبش الخنقه، وعايز الف ايه وانا عجله ايه يا شاديه؟ في ايه؟ ما خلصنا خلاص، فسحتك وحكيت لك حكايتي، لازم انزل بقى. خدني انا كويسه شادي، انا بتخني ما تزهقنيش، هاخدك اطير بيك وارميك على اي جبل. انزلي بكرامتك بقى، يلا مره ثانيه. ما احنا ناخد تليفونات بعض، اي حاجه سوبر هتليني عندك الففك شويه. طب اسمع لي 5 دقائق كده. ايه موضوع اسمع لي ده يا بنت؟ وانا بجو. يلا جاهزه؟ يلا على تحت، 1 2 3.